صنع في المغرب، مسار شركات رائدة في مجالات متنوعة في الصناعات الغذائية والتحويلية وصناعة السيارات والأدوية ووسائل تشخيص فيروس كورونا المستجد. سنأخذكم عبر نافذة البرنامج إلى خطوط صناعية توفر لأسواق المملكة منتجات 100% مغربية الصنع، وتصدر الأطنان منها نحو بلدان أوروبا وأمريكا وغيرها. البرنامج يخوض في نشأة هذه الصروح الإنتاجية وتاريخها وخطواتها الأولى صناعياً، وكيف حولت أنشطتها من الاستيراد بهامش ربح بسيط إلى التصدير ومنافسة بلدان صناعية في مجالات متنوعة سيطرت لسنوات على سوق الاستهلاك الدولية. قصص نجاح تستحق أن تروى خرجت من هذه الوحدات الصناعية وطورت القيمة السوقية لعلامة صنع في المغرب وثمنتها مع مرور السنوات. تيليماروك أحلى في رمضان.